السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في حلقه فلوق جديد معايا رجال مايد. المهم اليوم ان شاء الله في هذا الفلوق انا نعاود لكم ستوري كامله نتوما تشوفوها. كنت مريح شخص باسي كنقلب على زافيرمون اللي كاينين، باش كنقلب على زافيرمون كامل اللي كاينين في رباط وصله، قلب لقيت لافيرمون اللي مشاو ليه، حيدت للدراري من عيطت ليهم صافي. احنا دابا كنتفاهموا في التليفون، تفاهمنا سالينا وحنا معاكم. المهم كيما شفتوا دابا في ستوري، مع شو الصوت كيتسمعوا ولا لا غادي تعرفوا بان هذا البلوك هذا دايرينو غير. المهم حنا ما معنيينش بالامر، ما عندنا حتى شي علاقه بالسوجي اللي غادي ليه، ولكن واحد تشالنج نشوفوا واش غادي ندخلوا ما غاديش ندخلوا. ياك بحال هكا ان شاء الله ضروري. المهم هادشي اللي غادي نديرو، وكم غنقول لكم شكرا بزاف على التفاعل بزاف في الفيديو اللي فات واللي مول موراه واللي قبل منه. المهم هادشي كامل تنقول لكم شكرا بزاف، وما كاين غير فيديوهات. يلا وصلنا لاكار، ها هي وكنقلبوا على لوطيل اللي غادي نتحركوا فيه. ها هو المهم، خليكم معايا حتى نكملوا. المهم دابا يلا وصلنا، ها هو كما كتشوفوا دابا نشوف كي نديروا ندخلوا. ياك واجدين؟ واجدين. المهم احنا دابا داخل، يلا ندخلوا. المهم احنا دخلنا بكل سهوله، ما نفوش هنا كتبان فينا. المهم احنا داخلين الطاج هنا، معايا السلام عليكم كلشي. خاصنا نمشيو، المهم دخلنا بكل سهوله، لا تخيب سيو، خاصنا نمشيو نتقيدو ونكمل لكم الفيديو ان شاء الله. المهم دابا حنا دخلنا، ها هو العريس. المهم حنا دابا دخلنا ودرنا لهم الارعاش. المهم كملوا لكم نوريكم شنو كاين. فوالا دابا حنا خرجنا. المهم داك السي الصراحه مشينا ليه ما بان ليناش فيه بزاف، دابا غنغيرو. المهم فيهم بلا 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 بزاف، كنت تنسرك في انستغرام بانوا ليا شي وحدين هنا من هنا بانوا ليا شي وحدين كاينين في نتحركوا سوفيتال دابا نشوفوا الا لقينا شي لعيبات. المهم الا لقيناهم غادي يبانوا في الفيديو معنا، ما لقيناهمش ديروا بحال ما شفتوا هذا الفيديو. هادشي اللي كاين، حنا دابا محركين سوفيتال واخا بعيد شويه، خاص شي ثلث ساعه مثلا ديال المشي. حنا غادي نسربيو، خليكم معايا. يلا كيما كتستاهل ويا نتلاقاو بهم. المهم يلا خليكم معايا. المهم الدراري كيما كتشوفوا دابا حنا يلا باغيين نطلعوا سوفيتال، حنا بعيده بزاف. دونك شنو غادي نديرو؟ اونطو طالعين من لندن، طالعين من لندن كيما كتشوفوا الهواء طلق. والله الدري دار معنا الدوين، كنشكرو الدوين. احنا خدام الطموح غادي تكون قريبه على باش نمشيو لشحال المسافه. قلت لكم الطار هذا غادي يدوز مروح. حنا دابا في فرنسا دابا شي بادا واخا حسن كي ذاك النهار كيدوز، قلت له دوز النهار واخا يدوز كيما كتشوفوا شارع فرنسا في هوندا. دونك اخترقنا كاع دوك الحوادث ومورانا رينج روفر كيما كتشوفوا. المهم احنايا كنبان لكم. المهم الدري هو يحطنا هنايا، كنشكروه بزاف بزاف بزاف. المهم دابا حنا يلاه عطنا الهوندا الدري وصلنا. المهم قرب علينا المسافه بزاف، دابا حنا غادي نطلعو ونشوفو داك الشيء اللي قلت لكم. يلاه خليكم معايا في البلوك. المهم الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات هادو اللي كيكونوا بشكل قولوهم ليا نبقاو نديروهم ان شاء الله، غنديروهم في موازين باش يجيو لي ستار، غادي نديروهم في موازين يلا. المهم دابا حنا وصلنا لصوفيتال. صوفيتال فين كاين داك اللعيبه، حنا جايين غنشوفو واش ندخلو.
12 من هادشي في الوقت فوكس دابا مزيان حنا في صوفيتا كما كتشوفوا ها انتوما ها زعما داخلين اشوف اول اخ اللي كيهضر داخلين حنا دخلنا 16 الاول داز هو هذاك المهم مازال تما واحد السيكوريتي نشوفوا شنو غندير كما كتشوفوا لهيه في الباب كاين السيكوريتي نوريكم واحد المنظر هنا زوين باش نبينوا اليوم راه كما كتشوفوا دابا حنا دخلنا اجي نشوف من هنا حنا دخلنا دابا ودوزنا 16 الثاني المهم 16 القاسح شويه دابا دخلنا صافي المهم هذا صافي دار كما كتشوفوا فوالا وهنايا المهم سميتو صافي دار دي روز ولا شي حاجه غتن دي روز المهم حيت هو معروف بهاد الورود بزاف كما غادي نوريكم خليكم معايا فوالا المهم هنا الدنيا واعر في شكل ولكن درت لكم واحد الفلوغ هنايا من قبل او شي فلوغ على اساس كنا درنا هنايا في ديال لونغلي ودابا غادي نكمل المهم دابا داكشي اللي بغيت راه بان ليا احنا غادي نكمل لكم كما كتشوفوا في الاول دخلنا عادي الثاني هو اللي قال لنا شوف شكاره ونشوف داكشي المهم داكشي عادي سيكوريتي عاديه باش عرف شنو وسولنا فين غاديين داكشي المهم حنا سلكنا راسنا دابا حنا مازال 16 الاخرين داكشي اللي بغيت نوريكم المهم من بعد نقدروا نتحركوا عند الدراري هي فين كنا كنا نبقاو هنا وانا على حسب الجو واش يعجبنا ولا لا المهم كما كتشوفوا دابا حنا دخلنا صوفي دا كما تشوفوا راه انتم جينا رايحنا هكا راه مورانا رضوان هي انا غادي نزوم معاك مونتاج وين نتلاقاو برضوان المهم راه والله مورا راه وايب المهم انا نكمل لكم فيديو ضروري نديرو معاه فيديو يلاه خليكم معايا دابا كيما كتشوفوا بنت لي حبلان هي حبلان اللي ما كتعرفوهاش غادي كانت مع اماندا برضوان في الفيديو الاخر اللي غادي يصوروا دونك اللي ما كنتش عارفوها تشوفوا لا فوتو ديالها هنا ولا من الاحسن تمشيو عندها ياك تمشيو عندها ياك صافي انا غادي نتحرك عندها وتشوفوا لا فيديو خليكم معايا اي فوالا معايا عبلة دابا اللي كنتو شفتوها في الفيديو ديال اماندا هاي بونسوار بونجور Bonjour, c'est Evlam. Donc, je suis dans la vidéo de Redouane. Inch'Allah, we can't wait for you to see it. Inch'Allah. It's going to be amazing. Yes. And it's in Morocco. Yes, ma habibi. Shukran. Donc, I'm Moroccan, but I live in Los Angeles. Yes. And Inch'Allah, ratajibkom bzaf. Merci. المهم دابا معايا رضوان شكون تقول لهم شي حاجه قول السلام عليكم الفانز قريبا ان شاء الله خرج الكليب ديالي الجديد كنتمنى يعجبكم لان اي ثينك سامثينغ ريلي 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 ان شاء الله يكون زوين تهلا لي فراسكم الله يحفظك ميرسي المهم شوفوا هذا رايس رايس يا سلام الناس العاقة هذا المنظر هذا زواون هنا ندور عليكم تشوفوا وجهي مقاسي على كي مهم المهم كما كتشوفوا جا حسن هنا باش تبان ايوا ولا كما كتشوفوا دابا داكشي اللي جينا درناه سالات المهمة ديالنا سالا الفلوغ ديالنا المهم تقولوا لي كي جاكم هذا الفلوغ بحال هذا البلانش هذا ديال التسللات وهادشي باش كما قلت لكم كما قلت لكم احنا دابا خرجنا من صوفي تال هو كيبان مورايا اليوم الصراحه داز زوين صراحه كما قلت لكم في ستوري كيفاش جيت لهنايا باش تلاقينا برضوان وتلاقينا بعبله المهم بقات خاصنا غير اماندا اماندا كانت مشات سول البارح دونك فيديو كان زواول اليوم نتمنى يعجبكم ولا بغيتو ان شاء الله ياك حسن عجبهم بحال هاد الفيديو هادو بقاو نديرهم موازين جاي ما عرفتش شنو كاين في موازين اليوم في موازين المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ما تنساوش كاملين تدخلوا ديروا لايك لايك فرقعوا ديك لايك وواحد البوطون احمر سبسكرايب ابوني اشترك كليكيو عليه وتابوناو في لاشين بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم الى عجبكم ودي كومونتير سوا خايبين سوا زوينين المهم شي حاجه شي الا كان عندكم حتى شي انتقاد كتبوا لي شي انتقاد بناء زوين ولا شي فكره شي حاجه وي داكشي بغيتو نطوروا من هذا الشيء ولا كان حتى شي حاجه زوينه تكتبوا لنا في لي كومونتير الصراحه راه كتشجعني لي كومونتير ديالكم كاملين كنقراهم كلهم كنجاوب عليكم شكرا بزاف على لي زابوني اللي تزادوا الحمد لله دابا وصلنا 1290
على دابا ما عرفتش فاش فاش نحط الفيديو ما عرفتش شحال غادي تكون. تقدر تكون 1300 ان شاء الله. هذا ما كانش هذا هو الفي هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليكم تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. يلا بيس تهلاو تهلاو هز.